أيضا لا تكون هناك مناقشات لتوضيح الأمر بأن وزير الدفاع سوف يقف إلى جانب إسرائيل في حربها ضد حماس، ونواصل العمل قدر المستطاع في هذا الاتجاه. بالنسبة لقرار رئيس الوزراء نتنياهو بعدم إرسال المسؤولين والوفد، لا نريد أن نرد على ذلك. هناك نقطتان: أولا، هذا قرار غير ملزم، فليس له أي تأثير على إسرائيل وقدرة إسرائيل لتعقب حماس. ثانيا، في الكلمة الافتتاحية لا يمثل أي تغيير في سياستنا، هي متناسقة مع كل ما قلناه من قبل وما أردنا أن نحققه. نحن نقرر سياستنا، ورئيس الوزراء ربما صرح بتغيير وهذا لم يحدث. نحن نقرر سياستنا. يبدو أن رئيس الوزراء يختار أن يكون هناك مفهوم بهذا الأمر. مرة أخرى، ليس هناك أي تغيير في سياستنا. هل هناك أي علاقة بشأن هذا القرار وما حدث؟ ليس لدي شك بأن القادة سوف يواصلون المناقشات بالطريقة المناسبة بشأن هذه الحرب. أنتم تقولون بأن هذا ليس تغيير في السياسة من خلال قراركم بشأن التصويت. مرة أخرى، حتى عدم التصويت ربما يبدو بأن هذه قد تبدو وكأنها إدانة لإسرائيل أمام مجلس الأمن وفي محافل أخرى. الولايات المتحدة توقفت عن التصويت وسمحت بتمرير هذا القرار. هذا ليس صحيح. نحن نقف إلى جانب إسرائيل في الوقت الذي نتحدث عنه. لدينا أدوات وقدرات، إسرائيل تستطيع أن تدافع عن نفسها، ونحن نوافق بأن لا يزال هناك تهديد من قبل حماس. وكما أشرنا، هذا قرار غير ملزم، ولإسرائيل الحق في أن تدافع عن نفسها. ويوم الخميس أيضا كان هناك سؤال من إبراهيم بشأن الفيتو من قبل روسيا والصين، وأيضا عندما نستخدم نحن الفيتو. إن إجابتي آنذاك هي نفس إجابتي اليوم. بمجرد أن نستخدم فيتو، هذا ليس إدانة لحماس. عدم استخدام الفيتو بصفة عامة كما أشير من قبل في قرارات أخرى، لأن هذا ما كنا ندعو إليه في سياساتنا، أن يكون هناك اتفاق بشأن الإفراج عن الرهائن، وأيضا أن يكون هناك وقف مؤقت لإطلاق النار. نتنياهو يواجه بعض الضغوط السياسية. هل هناك أي ضغوط من قبل الرئيس على نتنياهو؟ الحزب الديمقراطي لديه موقف مختلف عن الحزب الجمهوري في هذا الأمر. هل هذا هو السبب؟ لا. إن الرئيس يتخذ القرارات وفقا لمصالح الأمن القومي للولايات المتحدة. هذا القرار التوقف عن التصويت هو يتماشى مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وهو يتماشى مع أيضا مصادر القلق لدى مجلس الأمن بالنسبة للشعب الإسرائيلي. أيضا بالنسبة للوضع على الحدود والموقف المتأزم هناك، وهل هذا موقف الإدارة بالنسبة لهذا الوضع؟ الرئيس تحدث عن الحاجة الملحة لتوفير تمويل وزيادة القدرات على الحدود. إذا كنت تهتم بالحدود وتأمين الحدود والرئيس يهتم بالفعل، فنحن نعمل على تمرير هذا القرار من أجل الحدود، أن يكون هناك إجراءات تنفيذية، لأن يكون هناك موارد أكثر لمنع دخول الناس بشكل غير قانوني. هناك مراقبة
عبر الاستخبارات المتاحة على الحدود، ونحن على وعي بأنه يمكن أن يكون هناك تهديد للأمن القومي، ونحن نتحدث بشدة لتوفير موارد إضافية لهذا الغرض. في مطلع هذا اليوم تحدثنا عن المحادثات مع كبار المسؤولين بشأن بدائل غزو لرفح. كما أشرت، أن أتوقع في هذا الصدد بالنسبة لرفح مع الوزارة وفي اليوم وفي الغد بأن هناك الحديث عن رفح والبدائل. من الممكن لن يكون هناك بديل بالكامل، ولكن ربما يكون هناك مشاركة مع نظراء أكثر من قبل إسرائيل للحديث عن هذا الأمر. هذا الاجتماع لن يحدث، وبالتالي نحن نبحث عن منهجية بديلة لهذا الأمر مع الإسرائيليين. بالنسبة للعلاقة ما بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لأي مدى الرئيس يتواصل مع نتنياهو في هذا الصدد؟ إن إسرائيل صديق مقرب، وزير الدفاع لا يزال يقوم بجهوده، ولا يزال هناك علاقة وثيقة مع شركائنا في إسرائيل ومع الحكومة القائمة. وكما أشرنا من قبل، لن نتفق على كل شيء، وهذا ما يفعله الأصدقاء. يمكن أن يكون هناك بعض الخلافات، ونحن ندرك بأنه لا بد أن تكون لدى إسرائيل قدرة للدفاع عن نفسها، وأن نضمن بإدخال المساعدات الإنسانية لتقليل عدد الضحايا والإفراج عن الرهائن. كيف تشخص العلاقة تحديدا ما بين نتنياهو والرئيس بايدن، طالما بأنه لم يتصل بالرئيس بايدن ليخبره بإلغاء الزيارة من قبل الوفد؟ لا أصف الأمر بهذه الطريقة. أيضا تلقيت هذا السؤال يوم الجمعة. القادة يعرفون بعضهم البعض على مدار عقود، لم يتفقوا في الماضي على كل شيء، ولا يتفقون في الوقت الحالي على كل شيء، ولكن الاتفاق يكون على نقطة هامة بالنسبة للأمن الخاص بدولة إسرائيل وبشعب إسرائيل، والتعامل مع ما حدث في 7 أكتوبر بأنه لن يتكرر مرة أخرى. نحن لدينا نفس القلق بالنسبة لرفح واجتياح رفح، وقد تحدثنا عن ذلك. هل هناك أي أسباب لماذا نتنياهو استجاب بهذه الطريقة بالنسبة لهذه الأمور؟ إن تطلعاتك مع وزير الدفاع أن يكون هناك عمليات خاصة بالعملية في رفح، هل يمكن الوصول إلى نتيجة في هذا الاجتماع؟ أعتقد أن هناك تواصل ما بين المسؤولين في الدفاع بشأن رفح والاتفاق على بديل. هل هناك حاجة لاجتماع مع وفد بديل؟ ومدى ضرورة أخذ في الاعتبار الأزمة الإنسانية التي نتحدث عنها، واحتمالية أن تكون هناك عمليات عسكرية، وأن يكون ألا يكون هناك ضرر أكبر لمن هم في غزة؟ و أحد الأمر، نحن لم نرى أي إشارة بأن إسرائيليين جاهزون لأن يقوموا بعملية قريبا في رفح، ولم نرى خطط لديهم في هذا الصدد، وبالتالي ليس هناك إحساس حتى الآن بأن هذا سوف يحدث في الأيام المقبلة. وفيما يتعلق بالتوقيت، هناك طرق دائما للتعامل مع مثل هذه الأمور. بالقول في ذلك، فالمعاناة في غزة أصبحت ملحة، ولذلك نحن ندفع لفتح مزيد من المعابر وإدخال مزيد من الشاحنات في ظل المفاوضات بشأن الإفراج عن الرهائن وإسقاطها عبر الجو، أيضا من خلال أيضا الطرق البحرية. كما نتحدث، الرئيس يقدم المزيد من الجهد في هذا المسار.
بما بعد إلغاء إسرائيل لهذه الزيارة، هل سيكون هناك إرسال للمساعدات العسكرية كما كان متفق عليها؟ لا يمكن أن نتنبأ بهذا الأمر. لماذا الإدارة تعتقد أن المسار للولايات المتحدة يكون عبر الإسقاط الجوي وليس هناك أي شروط في تقديم الأسلحة لفتح مثل هذه المعابر؟ نحن لا، أولا وبدأ الأمر لا يتعلق بالممارسة أو التدريب أو استخدام الديناميكية للنفوذ مع أصدقائنا. نحن نساعدهم للتغلب على مشكلة ما حدث في 7 أكتوبر. نحن في نفس الوقت نقدم لهم القدرات، وأيضا كنا قادرين على أن نؤثر على قراراتهم على أرض الواقع في بعض الأمور، بما في ذلك زيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل. هذا ليس كافي، أنا أدرك ذلك، وهناك حاجة إلى المزيد، ولكن نحن نعتقد أنه يمكن أن نقوم بالأمرين في نفس الوقت. بالنسبة لتوقف الولايات المتحدة عن التصويت اليوم، ألم يكن بقدرة الولايات المتحدة عرقلة هذا القرار والضغط على حماس أكثر حتى لا يتم الوصول لوقف إطلاق النار بدون الإفراج عن الرهائن؟ هل الولايات المتحدة لا يزال لديها القدرة لتغيير لغة القرار، هذه اللغة بدون الإشارة إلى حماس تحديدا؟ هذا قرار غير ملزم، هناك نص إضافي سوف يصدر. بالنسبة للحدود، هل الإدارة ملتزمة بإجراءات على الحدود؟ أذكركم مرة أخرى، هذا الأمر متعلق بالرئيس، وأن الرئيس اتخذ أمر تنفيذي، هذا ليس صحيح. هو يحافظ على خفض عدد الجنود على الحدود، مع أيضا حاكم ولاية مكسيكو للحفاظ على التدفقات ولتعقب المهربين. وهناك حاجة لإجراءات هناك. إذا كنا نهتم بالحدود والحفاظ على التدفق، لابد من توفير موارد إضافية. لا يمكن التوقيع على هذه الأوامر بسهولة، لابد من توفير الموارد اللازمة لذلك. هل لديكم أكثر من ذلك للقيام به في هذا الأمر؟ لا، لا، حتى الآن ليس هناك المزيد، ولكن هذا قرار الرئاسة، الأمر تنفيذي، أمر ضروري، ولكن هناك حدود، لأن هناك إجراءات مطلوبة. المطلوب هو التمويل أكثر من أي شيء آخر. التعبير عن القلق هناك، نحن نشارك هذا القلق. لهذا الرئيس يضع مليارات الدولارات للحفاظ على الأمن القومي وليقدم للدوريات على الحدود وللحرس الحدودي الموارد اللازمة للقيام بمهمته.